في عرض قدمه أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، قدم وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد المهدي بن سعيد برنامج عمل الوزارة برسم السنة المالية 2022. وأبرز السيد بن سعيد حصيلة عمل الوزارة برسم سنة 2021 في قطاعات الشباب والثقافة والتواصل، مشيرا في هذا الإطار إلى الإنجازات التي حققتها الوزارة فضلا عن وضعية تقدم المشاريع الكبرى. وبعد ذلك استعرض السيد بن سعيد أهم تدابير مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2022 لقطاعات الشباب والثقافة والتواصل. وفيما يتعلق بقطاع الشباب، سجل الوزير أنه سيتم إصدار مراسيم تتعلق بمراكز حماية الطفولة وإحداث كل من اللجنة المكلفة بتتبع وتنفيذ السياسة الوطنية المندمجة للشباب وبطاقة الشباب وجواز الشباب لتسهيل الولوج إلى الخدمات، إضافة إلى إصدار مرسوم يتعلق بدور الشباب والقرارات التنظيمية الخاصة بتطبيق المرسوم المتعلق بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب. وبخصوص قطاع الثقافة، أكد السيد بن سعيد أن الوزارة ستعمل على تقليص الفوارق المجالية على مستوى تغطية التراث الوطني بمؤسسات القرب الثقافي وحماية وصون وتثمين التراث الثقافي المادي واللامادي وتفعيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد، وكذا إرساء استراتيجية ثقافية وطنية تستهدف تعزيز التقائية السياسات والبرامج العمومية وتحديد التوجهات والاختيارات الرئيسية.